النهار وتغطية لأهم وأبرز الأخبار الأوروبية عن الموسم المنقضي. وزي ما قلت لحضراتكم معظم الدوريات الأوروبية كانت في حالة سكون طبعا تحضيرا للدور الثاني في بلادها. طبعا نادي بازل السويسري كان بيقيم معسكره الشتوي في أسبانيا وواجه العديد من الفرق وعلى رأسها فاينورد روتردام وأيضا انتراخت برانشفيلد الألماني. اللقاءين انتهوا لصالح بازل، وكان الأسبوع الماضي كان معنا صور من المعسكر وشفنا محمد صلاح وشفنا النني في صور ترفيهية، ولكن بازل بسم الله ما شاء الله بيحقق نتائج إيجابية وبيحقق فوز على فرق كبيرة. لا هو بازل يمكن هو فاز، لعب مباراتين، فاز في مباراة وخسر في الثانية، خسر الأخرى عفوا بالضبط. فاز على فاينورد روتردام الهولندي في المباراة الأولى، وخسر أمام أينتراخت براونشفيك الألماني 1-0 في المباراة الثانية. فبالتالي مستوى متذبذب شوية. يمكن معانا لقطات أو ملخص للمباراتين. طبعا يمكن مباراة فاينورد بالضبط، دي المباراة الأولى أمام فاينورد فاز فيها بازل 1-0، ماركوس تريلر هو اللي سجل الهدف في الدقيقة 18 من الشوط الأول. يمكن المباراة دي بدأ محمد النني لاعب أساسي في تشكيلة بازل الأساسية، صلاح كان احتياطي ونزل في الشوط الثاني شارك معاهم في الشوط تاني. فبالتالي صلاح يمكن ظهر عليه برضو، يعني خلينا نتكلم بصراحة، عدم التركيز شوية، مش ده صلاح اللي احنا عارفينه. انا شفت يمكن مقتطفات من المباراتين الوديتين لبازل، مش ده محمد صلاح اللي كان متألق في النص الأول من الموسم. نني بالضبط، بقولك بدأ اللقاء لعب الماتش بالكامل، صلاح نزل في الشوط التاني، لكن بقولك مستوى الى حد ما متراجع شويه، واضح ان هو ما زال بيفكر في الانتقال، هل هيكمل مع بازل هل هيحصل غصب عنه يعني برضه. صح يعني طبعا هو بشر وعنده 21 سنه برضه، لسه سنه صغير. مظبوط، فتره صعبه جدا، كان في كلام خلاص ان هو قرب من ليفربول، وكانت الامور دي كره لصلاح يمكن كانت التهديد الوحيد ليه في الشوط الثاني بعد نزوله، كان المفروض يعني ممكن يسجل منها هدف، لكن الكره خرجت خبر في الشبكه من بره. فبقول لك هو ما زال بيفكر بقى في الرحيل عن يعني عن بازل، هل هينضم ليفربول او نادي ثاني. فالامور بالنسبه له لسه في قلق. عايز اقول لك ان يوم ان شاء الله في جلسه ما بين رودجرز المدير الفني لفريق ليفربول مع الاونر بتاع النادي او مالك النادي عشان حسم الصفقات اللي هتتم في شهر يناير. يمكن مدرب ليفربول كان طالب 3 صفقات، كان طالب محمد صلاح، وكان طالب مدافع ولاعب خط وسط. يمكن الكلام ان محمد صلاح هو اللي ليه الاولويه او الفيرست بريوريتي عند المدير الفني لليفربول، وهيطلب من المالك بتاع النادي ان هو يقدم عرض اعلى شويه لبازل عشان يقدر يعني يصفر بخدمات محمد صلاح. فالامور ما زالت مفتوحه، وممكن جدا نلاقي ليفربول يقدم عرض اعلى شويه الكام يوم الجايين وتتم صفقة في شهر يناير الجاري. حضرتك متأكد بكم في المية صلاح هيروح فين؟ لا ما حدش متأكد يعني خالص. قول لي احساسك الشخصي. لا ما زي ما ما توقعت رونالدو وطلع توقعك صحيح، وايضا توقعت كذا حاجة قبليها وطلع توقعك صحيح. استاذ خالد متوقع ايه؟ يعني للاسف انا متوقع انه يكمل في بازل لنهايه الموسم. انا حاسس كده، يعني في كلام كتير شويه ليفربول شويه زينت، كل الكلام ده مفيش عرض محدد، فممكن يكمل في بازل لنهايه الموسم ويتم بيعه في نهايه الموسم. ده احساس شخصي، لكن تمنيات اتمنى صفقه ليفربول تتم، لانها تكون صفقه تاريخيه للاعبين المصريين، ان لاعب مصري يلعب في نادي كبير نادي انجليزي بحجم ليفربول، هتكون صفقه مميزه جدا. فتمنياتي الشخصيه ان شاء الله ان يتم انتقال ليفربول خلال الايام الجايه. بايرن ميونخ متعود خلال من 2010 او 2009 ان هو بيقيم معسكره الشتوي في الدوحه في قطر، وفي عام 2010 و2011 النادي الاهلي المصري ايضا كان بيلعب مباراه وديه مع نادي بايرن ميونخ وخسر اللقاء بنتيجه 2-1. محمد بركات هو احرز الهدف، وخسرنا في الدقيقه 89 او الدقيقه 91 بالذاكره كده. ايضا النادي بايرن ميونخ كان متواجد هذا العام في معسكره الشتوي في قطر وواجه نادي المريخ السوداني، والنادي السوداني عمل لقاء قوي وخسر بنتيجه 0-2. معانا ايضا هذا اللقاء الودي، وبعد هذا اللقاء النادي البافاري طلع مباشره للكويت، ودي اول زياره ليه للكويت. مظبوط. ولكن كسب الكويت الكويتي على ارضه بنتيجه كبيره جدا من غير ريبيري بنتيجه 0-8. تعالوا نشوف مع بعض اللقاءين الوديين للنادي البافاري، وهنبتدي باول لقاء نادي المريخ. استاذ خالد طبعا اعتقد نتيجه ايجابيه لفريق المريخ السوداني طبعا، يعني رغم الهزيمه، لكن هزيمه 2-0 بس، نتيجه قريبه. بايرن ميونخ بيلعب بكامل نجومه تقريبا باستثناء فرانك ريبري، لكن كانت معظم النجوم موجودين في الفريق، فالهزيمه 2-0 الى حد ما مقبوله من نادي المريخ السوداني. عايز اقول لك نادي المريخ هيبقى في طريق الزمالك في دوري ابطال افريقيا، لو الاثنين كملوا هيلتقوا في دور ال 16. فبرضه يعني لازم الجهاز الفني للزمالك دلوقتي من دلوقتي يبتدي يتابع اداء المريخ، لانه ممكن يصطدم بيه في دوري ابطال افريقيا. واضح ان هو فريق كويس وفريق جاهز، ما كان خصم وند البايرن ميونخ طوال المباراه، ما كانش خصم سهل زي مثلا مباراه الكويتي الثانيه. فدي طبعا الاهداف امامنا، يمكن لاعب جرين هو اللي سجل هدف التقدم في الدقيقه 35، ثم كلاوديو بيتزارو الهدف الثاني في الدقيقه 54 من المباراه. كانت يعني مباراه شهدت نديه كبيره. عايز اقول لك تصريح طريف كده شويه قريته من احد لاعبي فريق المريخ السوداني، لاعب اسمه بيلا جابر، لاعب المريخ الظهير الايمن، يمكن ادى تصريحات بعد المباراه كده طريفه شويه. قال ان انا رقصت فرانك ريبري مرتين خلال المباراه، وبنتظر وصول عرض
النهارده من بايرن ميونخ لضمه خلال الفتره اللي جايه. فواضح فعلا طبعا ان هو يعني ما صدقش نفسه ان هو قدر يمكن يراوغ فرانك ريبيري اللي هو كان من احد افضل اللاعبين، يمكن لعب المباراه دي قبل ما يروح بقى الحفله بعد كده غاب عن مباراه الكويت، لكن لعب ماتش المريخ. فيمكن بيلا جابر رقصه مرتين وقال ان ممكن بايرن ميونخ يطلب ضمي بسبب الطرقستين دول. طبعا طب بصراحه استاذ خالد، اي حد يعني بيلعب قدام الفرق الكبيره سواء حتى الفرق المصريه، حسام غالي انا فاكر في لقاء روما على ما اذكر كان برضو يعني باللغه بتاعتنا لبس حد كوبري كده، فايضا انتشرت على ما اعتقد مش فاكر مين بصراحه، بس برضو انتشرت جدا، وكان كان جوارديولا كمان. جوارديولا يعني من حقه بصراحه يقول التعليق ده. بالظبط طبعا. بعد مايكل كروجر على فكره هو اللي بيدرب المريخ اللي هو المدرب الالماني اللي كان بيدرب هنا في مصر في المقاولين، ودرب بعد كده سان جورج الاثيوبي لعب مع الزمالك، هو دلوقتي بيتولى تدريب المريخ السودان. زي ما قلت لحضراتكم بايرن ميونخ خلص لقاءه ولعب لقاء ودي، كان عنده لقاء اخر في الكويت مع نادي الكويت الكويتي، واول زياره ليه في الكويت، ولكن يعني يا ريتها الزياره ما تمت، ولكن اللقاء اتلعب بالفعل، وخساره الكويتي على ارض وسط جمهوره 0-8. ويمكن المفارقه الغريبه فايز برضو ان يعني 7 اهداف جم في الشوط الثاني، يعني الشوط الاول هم صمدوا في الشوط الاول فريق الكويت خسر 1-0 بس في يعني نتيجه الشوط الاول كانت 1-0 بكلاودي بتزارو. بالظبط في الشوط الثاني بقى يمكن خلال 45 دقيقه امطرت الاهداف بقى شباك فريق الكويت الكويتي 7 اهداف متتاليه في الشوط الثاني، نتيجه ثقيله جدا على فريق الكويت. لكن بايرن ميونخ واضح كمان فرق بقى اللياقه البدنيه، يمكن فريق الكويت لياقته البدنيه ضعيفه جدا، فما قدرش يصمد امام الماكينات الالمانيه بقى في الشوط الثاني، قدروا يجيبوا 7 اهداف. يمكن الاهداف تناوب عليها كلاوديو بيتزارو سجل هدف، ماريو جيوتزا سجل هدفين، توماس مولر هدفين، تياجو الكانترا هدفين، وجرين سجل هدف. يمكن دول ال8 اهداف لفريق بايرن ميونخ في مرمى الكويت الكويتي، كان مهرجان اهداف طبعا، وكانت مباراه من طرف واحد. يعني بايرن ميونخ الفتره اللي فاتت بيواجه فرق عربيه فرق افريقيه، هل دي سياسه تسويقيه استاذ خالد؟ اكيد طبعا دي سياسه تسويقيه لانديه اوروبا دلوقتي، ان هم بيلجأوا لمنطقتين، بيروحوا شرق اسيا طبعا دول الاسيويه والفرق هناك، وبيروحوا برضو في الدول العربيه في الشرق الاوسط في الكويت في قطر في الامارات في الدول الخليجيه عشان يلعبوا ماتشات وديه كتيره، بتحقق لهم طبعا دخل مادي، وبتحقق برضو شهره للفرق دي في المناطق اللي هي الشرق الاوسط. هل تتوقع ان يبقى في زياره اخرى لبايرن ميونخ ممكن العام القادم لمصر او احدى الدول الخليجيه، بما ان مثلا الزيارات دي بتحقق عائد مادي كويس؟ اكيد طبعا نتمنى مصر، لكن يعني مصر يبقى فيها صعوبه شويه، لان زي ما انت بتقول هم بيطلبوا عائد مادي كبير عشان يلعبوا ماتشات وديه، فيمكن بيبقى في صعوبه شويه في مصر، بالاضافه يمكن برضو الاحوال السياسيه شويه مقلقه للفرق الاوروبيه الكبيره. لكن اعتقد في الخليج هم هيكملوا رحلاتهم في الخليج اللي هم ال3 دول الابرز الكويت وقطر والامارات وممكن السعوديه كمان. عايزين نتكلم عن جوارديولا استاذ خالد شويه، يعني تيكي تاكا الناس كتيره ما تعرفهاش، ابتداها بنادي برشلونه، بعدين دلوقتي نادي برشلونه ابتدى ما بتقاش ظهره عنده شويه، ولكن تمام. انتقلت الى بايرن ميونخ. بالظبط فعلا هو دي اللي بصمه جوارديولا مع فريق بايرن ميونخ طبعا، التيكي تاكا الكره على طول من لمسه واحده هات وخد 1 2 1 2 3 بيلعبوها بشكل رائع جدا، فده فعلا كان بيميز برشلونه، وده كان يمكن طبيعي في اداء برشلونه، يمكن بيلعبوها بقالهم فتره طويله حتى من قبل جوارديولا، لكن فعلا هو نقلها لفريق بايرن ميونخ بعد ما كانوا بيلعبوا في السنين اللي فاتت اداء بقوه وتركيز وماكينات لكن بدون روح فنيه شويه. لا السنه دي طبعا الامر اختلف وبقى في لمسه فنيه في اداء الفريق البافاري كل الناس ملاحظاها، وخلاص يعني حسموا كاس عالم الانديه مؤخرا من الدوري الالماني بنسبه كبيره، متصدرين بفرق كبير، فاعتقد يعني ماشيين بشكل مميز جدا مع جوارديولا الفتره اللي فاتت. طب لو حبينا نتكلم عن ماريو جوتسا شويه شايفها ازاي؟ اكيد طبعا ماريو جوتزا كان اضافه كبيره لفريق بايرن ميونخ بعد تعلقه مع دورتموند السيزون اللي فات، وكان احد ابرز النجوم، راح بايرن ميونخ برضو وضع بصمته، حجز مكانه على طول في التشكيله الاساسيه بصفه دايمه، سجل هدفين في المباراه دي في مرمى الكويت الكويتي. اعتقد كمان هيلاقي بقى يعني نصه الثاني ليفاندوفسكي لما ينتقل ليه في السنه الجايه، كانوا عاملين دويتو مميز جدا مع فريق دورتموند، هيكرروه بقى مع بايرن ميونخ في الفتره اللي جايه. توماس مولر كمان برضو ظاهر بشكل جيد جدا مع فريق بايرن ميونخ في الفتره اللي فاتت وثبت اقدامه، فاكثر من نجم موجودين. تياجو كانترا كمان اللاعب الاسباني بدا يظهر بشكل مميز معاهم، عندهم لعيبه مميزين جدا فعلا، هو الفريق الابرز في العالم في الوقت الحالي من حيث العدد النجوم المتواجد فيه. لو حبينا نتكلم عن الطلبات الغريبه اللي بيطلبها جوارديولا، هل ممكن يطلب اي لعيبه يعني شايفين فريق او كتيبه نجوم فعلا في كل الخطوط، هل تتوقع ان هو يطلب اي حد من الاسماء الكبيره خلال الفتره الجايه؟
لا انا شايف كده يعني كفايه فعلا، الفريق مميز جدا ومليء بكوكبه من النجوم. خلاص اخر صفقه ليفاندوفسكي، لكن هينتقل مع نهايه الموسم، لكن انا شايف في صعوبه ان هو يضم اي لاعب تاني، حتى لو ضم لاعب مش هيلاقي له مكان في التشكيله الاساسيه، ممكن بقى يضم يمكن لعيب بعد صف تاني يكونوا موجودين كبدلاء او احتياطي، لكن كحد مميز يلعب في التشكيل الاساسي صعب جدا ان حد يلعب على ال11 لعيب اللي هم بيلعبوا في البايرن في الوقت الحالي. ده كان جزء من لقاء بايرن ميونخ والكويت الكويتي، واللي انتهى بثمان اهداف مقابل لا شيء. معنا لقاء اخر ودي جمع ما بين بروسيا دورتموند وستاندر ليج البلجيكي، وانتهى اللقاء لصالح بروسيا دورتموند بنتيجه 2-0. وكلمنا خلال الاسابيع اللي فاتت ان يورجن كلوب يعني الراجل بيقول لمجلس الاداره ارحموني، كل فتره بتاخدوا مني لعيب، الفريق انهار بعد ما كان متصدر في البدايه، تقهقر وصل المركز الثالث او الرابع في الدوري الالماني. مظبوط فعلا، دورتموند مستواه تراجع بشكل كبير جدا في السيزون ده، يمكن مش هو ده دورتموند اللي احنا كنا شايفينه السيزون اللي فات بينافس على البوندسليغا ووصل فاينل في تشامبيونز ليج، لكن مستواهم السنه دي متراجع. رحيل ماريو جوتزا اثر كتير بالسلب، ليفاندوفسكي في الطريق ماشي زي ما قلنا موجود لكن مش بنفس اداؤه بتاع السنه اللي فاتت، ماركو ريوس كمان في كلام عليه ان هو يرحل وفي شرط جزائي في عقده ممكن يرحل في اي وقت، فهذه مشاكل بتواجه فريق دورتموند طبعا الفتره اللي فاتت. جوندوجان حتى لسه بنتكلم ان هو كمان ممكن يرحل، لاعب خط وسط مميز جدا، لكن لعب ماتش ودي مع ستاندر ليج اللي هو متصدر الدوري البلجيكي في الوقت الحالي، قدر دورتموند يفوز 2-0. بير اومبيانج طبعا لاعب الجابوني سجل الهدف الاول، وهوفمان سجل الهدف الثاني، دول الهدفين اللي سجلهم دورتموند في المباراه دي. وبيحاول بقى يورجن كلوب ان هو يعود تاني بالفريق لشكله المثالي اللي كنا بنشوفه السنه اللي فاتت من خلال فتره التوقف الطويله دي، بيحاول يلم الشمل مره ثانيه ويلم الاوراق بتاعه الفريق. طب كلامك استاذ خالد عن بروسيا دورتموند وبيع اللعيبه وخزينه بروسيا دورتموند على ما اعتقد انها امتلأت بالفعل بالموارد الماديه المختلفه، كل ده ما يعززش وجود محمد صلاح، وخصوصا يورجن كلوب اتكلم عليه قبل كده؟ والله ممكن فعلا هو اتكلم على محمد صلاح، اعتقد ممكن يكون ليه دور بعد رحيل ماريو جوتزا وماركو ريوس، ممكن يمشي هو ممكن يكون في مكانهم، لكن برضه يعني للاسف معظم اللعيبه اللي بترحل عن دورتموند بيبقى خلاص عقودهم بتنتهي زي ماريو جوتزا زي ليفاندوفسكي، فما بيبقاش في دخل كبير داخل النادي، مش بيبيعوا اللعيبه قبل نهايه تعاقدهم، فبالتالي كمان بيرحلوا مجانا، فبتبقى مشكله ان هم ما بيكسبوش فيهم فلوس كتير. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف مع استاذ خالد طبعا اغرب 10 فرص في الدوري الألماني لعام 2013 بالإضافة لفريق العام بناء على ترشيحات المديرين الفنيين وأيضا أهم وأبرز الصحفيين على مستوى العالم مرة تانية. كل ده الجزء الأخير من حلقتنا في صدى النهار، وأستاذ خالد دايما معودنا كل أسبوع يجيب لنا بعض المواقف والطرائف والحاجات الغريبة من ملاعب كرة القدم المختلفة سواء كانت عربية أفريقية خليجية أو عالمية. أستاذ خالد معنا أول فيديو من دوري نجوم قطر، وكان لقاء ما بين الريان والسد، ايه اللي حصل؟ والله موقف غريب جدا، ده احنا بنلعب في دقيقة 93 اخر دقيقة، خرج عمر باري حارس مرمى الريان تقدم في الهجمة لان فريقه كان خسران 2-1 بالظبط، بص هدف رائع جدا سجله بقدمه كمان كرة عرضية على الارض هو اللي سجل هدف، ويمكن فرحة هستيرية للحارس المرمى عمر باري للجمهور الريان، يعني نقطة ثمينة جدا، واعتقد ان هو دخل التاريخ بالهدف ده، كرة مميزة جدا. اكيد الكرة هتتعاد وهنشوف لاعب حارس المرمى لابس تي شيرت او فانيلا خضراء داخل منطقة ال 18، الكرة بتتلعب هو طلع الاول كمان كانت ركلة ركنية طلع فيها عشان يقدم، يمكن الركلة الركنية كمان اتقطعت لكن هو اصر على البقاء والاستكمال. هنا بيعترضوا عليها يا استاذ خالد؟ هو بيعترض غالبا الوقت بدل كان خلاص في الوقت، بقول لك بدل ضايع في الدقيقة 94 فكانوا بيقولوا ان الحكم طول في الوقت شوية، لكن هو بقول لك تقدم في ركلة ركنية ورغم ان هي ما جاتلوش كانت ممكن ترتد كمان هدف، الا ان هو وصل يمكن كان عنده جرأة كبيرة جدا كمل في الهجمة والكرة اتلعبت عادية خالص رجعت نص الملعب وتقدمت وهو مازال موجود وساب مرماه خالص. نقطة الجزاء هناك اهو بالظبط، كرة عرضية بقى على الأرض بس رد فعل سريع ولا أحسن مهاجم. فعلا يعني سددها بطريقة رائعة جدا برجله، يعني دايما حتى الحراس المرمى بيتقدموا بيجيبوا بدماغهم، لكن ده فعلا هدف بالقدم مميز جدا لعمر باري، أعتقد دخل التاريخ ونقطة ثمينة، تعادل السد متصدر الريان يمكن في المركز العاشر من المراكز المتأخرة لكن قدر النقطة دي بتأمنهم شوية في الدوري القطري. الفيديو اللي جاي معانا صوت وصورة لواحد من نجوم الدوري الإنجليزي، واحد من أكبر ثلاث لعيبة داخل تشيلسي الإنجليزي، كان عندهم لقاء هام مع هال سيتي وفازوا بهذا اللقاء 0-2، ولكن مش الفوز بهذا اللقاء هو الهام، ولكن حصل موقف بعد الفوز أستاذ خالد. طبعا ده فرانك لامبارد نجم تشيلسي، طبعا هو يمكن دلوقتي في مقوله شهيره شويه في دول الخليج الفرق المتصدره الدوريات بيقولوا متصدر لا تكلمني، ده المشجعين في الدوري السعودي طب خلينا نشوف لامبارد في الخليج نشوف لامبارد تعال نسمع نشوف لامبارد عليه ما تصدر لا تكلمني تكلمني تصدر لا تكلمني تصدر لا تكلمني
متصدر لا تكلمني بالضبط. دي بقول لك يعني جمله اشتهرت في دول الخليج، يمكن بدات في السعوديه من فريق النصر وتداولتها بعض الدول الخليجيه الاخرى، يمكن ده بعد فوز تشيلسي كان وصل لقمه الدوري الانجليزي قبل بعد كده ما مان سيتي كسب وارسنال كسب وخطفوا منه الصداره، فيمكن ده مشجع سعودي التقى مع لامبرد وطلب منه ان هو يقول الجمله دي باللغه العربيه متصدر لا تكلمني، وقالها بطريقه لذيذه جدا. متهنوش يعني زي ما قال الاستاذ خالد، ده كان مباراه تشيلسي مع هال، تشيلسي كسب تصدر، بعديه لقاء مانشستر سيتي، مانشستر سيتي كسب تصدر، وكان في لقاء في اخر ايام الدوري الانجليزي كان لقاء ارسنال، ارسنال كسب تصدر هو الاخر. فرق نقطه ما بينهم هم الثلاثه، صراع ثلاثي على الدوري الانجليزي، فرق نقطه ما بين ارسنال ومان سيتي ونقطه ما بين مان سيتي وتشيلسي، وصراع رهيب على القمه. كان كل التركيز خلال الاسبوع الماضي عن مين هياخد افضل لاعب لعام 2013، ولكن ايضا من ضمن مراسم الحفل تم اختيار فريق العام او فريق الاحلام من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم لعام 2013. هنشوف مع بعض اللعيبه اللي تم اختيارهم لفريق الاحلام لعام 2013. طبعا مفيش شك ان ناير حارس مرمى بايرن ميونخ هو الافضل في العالم، اكيد طبعا خد افضل حارس مرمى كمان في 2013، دي جائزه كان يستحقها عن جدارة واستحقاق بعد ما قاد بايرن ميونخ لخمس بطولات السنه دي في 2013. تمام، هنشوف بقى من اليمين للشمال، فيليب لام ظهير ايمن بايرن ميونخ، سيرجيو راموس لاعب طبعا ريال مدريد اللاعب الاسباني، تياجو سيلفا المدافع البرازيلي مدافع باريس سان جيرمان، وموجود معهم داني الفيش طبعا ظهير برشلونه، ده رباعي خط الظهر اللي اختار الفيفا ل 2013. خط الوسط عندنا اكزافي بالظبط، تشافي وانيستا وفرانك ريبيري، دول ثلاثي خط الوسط لمنتخب العالم في 2013، وثلاثي الهجوم ليونيل ميسي طبعا نجم برشلونه وابراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو الثلاث نجوم الابرز في 2013. لو عايز اعلق سريعا استاذ خالد ما بين فريق العالم من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم والفريق اللي تم اختياره في القاره العجوز او قاره اوروبا، حصل فيه بعض التغييرات في خط الوسط، يعني ما شفناش انيستا ولا تشافي هرنانديز، شفنا مكانهم جاريث بيل واوزيل وريوس، هل ده طبيعي؟ هو فارق بس الاختيار يمكن في شهر فارق او اكتر من شهر كمان، فيمكن خلال من شهر كانوا فعلا متألقين ماركو ريوس، مسعود اوزيل، جاريث بيل كان حتى تعلقه مع توتنهام قبل كده، يمكن في الشهر الاخير حصلت تغييرات شويه، فيمكن ده التغيير اللي دخل تشافي وانيستا في فرقه نجوم العالم. زي ما شفنا افضل فريق في العالم لعام 2013، تعالوا كمان نشوف فريق افريقيا لعام 2013 ونشوف تعليق استاذ خالد عليه. طبعا فريق افريقيا على ما اعتقد في يايا توري افضل لاعب في افريقيا استاذ خالد. مظبوط، وموجود طبعا ثنائي مصري احمد فتحي ومحمد ابو تريكه، اثنين من مصر متواجدين في منتخب افريقيا، دول افضل 11 لاعب اختارهم الاتحاد الافريقي الكاف في الحفل السنوي الاخير. فينسنت انياما حارس مرمى النيجيري حراسه المرمى، خط الدفاع احمد فتحي من مصر، مهدي بن عطيه المغربي، وكيفن كونستانت من غينيا، خط الوسط جون اوبي مايكل لاعب تشيلسي طبعا نيجيري، يايا توري لاعب مان سيتي من كوت ديفوار، محمد ابو تريكه نجم مصر والنادي الاهلي، جوناثان بترويبا لاعب بوركينا فاسو، معاهم ايمانويل ايمانيكي اللاعب النيجيري المتالق الهداف المميز، وجيان اساموا مهاجم غانا وفريق العين الاماراتي، وبيير اومبيانج المنضم لبروسيا دورتموند الالماني ولاعب من الجابون. ختمها مصر كالعاده بقى محمد ابو الليل وعبد الحكيم علي ورئيس تحرير اسلام صادق، لازم يجيبوا لنا حاجات طريفه وغريبه من الدوري الالماني لكره القدم. خلال الاسبوعين اللي فاتوا استاذ خالد كنا دايما بنستعرض افضل 10 اهداف، افضل انقاذ للكرات، النهارده معانا اغرب 10 فرص ضايعه، نتفرج عليهم؟ نتفرج عليهم، تعالوا نشوفهم مع بعض من الدوري الالماني، او عفوا مش فرص، اغرب 10 مواقف من الدوري الالماني زي حضرتكم شايفين. رمى بالازازه في وشه، ده طبعا يورجن كلوب مدرب بروسيا دورتموند بيرقص مبسوط، ده لسه ده يعني زي رقم 10 اهو، ده خبطت في القصبه، قصبه رجله وفي ايد اللاعب، واتحسب ضربه جزاء، اتصدت برده كمان، اتصدت بشكل حلو جدا. فين بقى الغريب في الكوره؟ ضربه جزاء تاني يا استاذ خالد، يعني ضربه جزاء تردد ضربه جزاء في نفس الثانيه تقريبا، هو دي انا اعتقد هيتم احرازها، دي تسجل بقى المره دي مش كل مره بقى، يعني بتحصل واحد في المليون ضربتين جزاء في ضربه واحده. بالظبط، يعني هي ارتدت ضربه جزاء بضربه جزاء ثانيه. هنا ماركو ريوس طبعا اهو دخل في اللاين مان في مساعد الحكم طبعا في الخط، زقه زقه جامده جابوا الارض على طول، بس هو مندفع؟ هو مزقوق اساسا، لا بس في بس هو زودها يا استاذ، هو زودها او تقريبا اتزق فالحكم ما حسبلوش فاول، فقال لك طب زقه بزقه بقى زق انا المساعد الحكم كمان. هنا ايضا لقاء اخر في البوندسليجا في الدوري الالماني لكره القدم، ضربه جزاء برضو
اتصدت وارتدت في العارضه مرتين في العارضه اتصدت ومرتين في العارضه يعني فرصه بسبعه ارواح زي ما بنقول ادي ضربه جزاء اتصدت اتردت في العارضه اتردت تاني مره في العارضه ايضا الدوري الالماني بيحصل فيه حاجات غريبه يعني من البطولات الدوري القويه جدا دلوقتي في العالم وبقى ينافس الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي بص اللعيبه حتى مش شايفه الكوره يعني بيبص لها وهو مستغرب اغرب سابع او في المركز السابع ده بيرمي الازازه جت في وش حارس المرمى ده زميله هو اللي بيطلعها بالظبط تقريبا كان عايز يرميها ورا المرمى لكن جت في وجه الحارس هبطه جامده جدا المركز السادس لاغرب حاجه في الدوري الالماني الغريب بقى في الكوره دي هنكتشفه مع بعض حارس المرمى المفروض ما عداش عليه 6 ثواني ده حارس المرمى الحارس كان متقدم الحارس كان متقدم في ضربه الضربه الركنيه هتترد في جول هتترد في جول يا نهار ابيض بالظبط ده الخطا بقى يعني احنا شفنا الحارس القطري دلوقتي بيسجل هدف لما تقدم لكن مش كل مره بقى تسلم الجره ساعات بتحصل اخطاء حارس المرمى تقدم وساب مرماه عشان يسجل هدف حصل العكس وارتدت الكره بجون في مرماه فبالتالي فيرجي بريمر اعتقد مع شالكا تمام المركز الخامس يورجن كلوب مدير الفني طبعا مميز لبروسيا دورتموند الكره جت له بره وقفها كده ده هو قاعد كمان على عصبه رجله كده اصطدمت يمكن بمايه برضو الحكم بس الرابع بس عندنا كابتن حسن شحاته برضو عمل واحده زيها يا استاذ عمل واحده بكعبه بس هي اتردت في الحكم بص هو الرياكشن بتاعه رد الفعل بتاعه لا يمكن مدرب مميز جدا ودمه خفيف كمان عنده روح رياضيه عاليه بص رد فعله قام على طول عشان يعتذر خطا غريب جدا من حارس المرمى ده حارس مرمى فريق اعداد بيقول يا استاذ خالد دخل فيه 3 اهداف في نفس المباراه والثلاث اهداف اخطاء شخصيه تمام ده اول هدف الكره عدته ده خطا فادح جدا واضح ان هو كان سهران يا استاذ خالد قبليه الكره ما تتعملش حتى عندنا في دوري الدرجه الرابعه احنا لو حصلت هنا يا استاذ خالد الصحافه المصريه مش هتسيبه كان في مباراه على فكره مؤخرا برضه في دوري الدرجه الثانيه ما بين الحوامديه وفريق اسمه مركز شباب اولاد علام يمكن حصل فيه الجول الثاني في نفس المباراه استاذ خالد غلطه رهيبه طبعا ده واضح ان هو كان متقلها استاذ خالد قبلها بيوم يعني مش غلطات جول عادي حتى مش مصدق نفسه ده هو كابتن فريق كمان يعني تخيل لما كابتن يصدر منه الاخطاء دي وادي الخطا الثالث برضه كره ارتدت من صدره كده ده هديه للمهاجم هو اتهز بقى خلاص يا استاذ خالد وده انا شايف ان خطا من المدير الفني كان لازم يخرجه بعد الهدف الاول او بكتير بعد الثاني لان انت كنت شايف ان هو مهزوز ما كانش ينفع يكمل المباراه بالطريقه دي لكن هو سابه وصبر عليه بالتالي تاثر الفريق ودخل فيه 3 اهداف ده الجماهير بتحييه يا استاذ خالد هي دي الروح الرياضيه بقى اللي مش موجوده عندنا للاسف في مصر ولا في الدول العربيه ده وارد جدا هو اخطا 3 اخطاء فادحه لكن اكيد كان ليه مباريات جيده قبل كده فبالتالي ما ينفعش ان انت تذبحه زي ما بيحصل عندنا في الدول العربيه نشوف المركز الثالث في لعيبه اخذ طرد كارت احمر ده هنا في حارس المرمى اخذ طرد يا استاذ خالد بعد التبديلات ولاعب هو خد التيشيرت بتاعه ولبسه وبقى قام بدور حارس المرمى عندنا كان العميد احمد حسن بيجيد حراسه المرمى واحمد جعفر بالظبط كان اثنين في الزمالك متميزين جدا في حراسه المرمى كلعيبه يعني هنشوف بقى حارس المرمى البديل اللي هو لاعب هل هيقدر يتصدى الكرة دي ولا ايه؟ والله يعني ده صداها زي حارس المرمى بالظبط يعني اعتقد لو الحارس الاساسي موجود كان ممكن تدخل فيه يعني براعة كبيرة جدا ان هو قدر رغم ان هو لاعب ان هو يتصدى الكرة بالطريقة دي وطار في الزاوية البعيدة المركز الثاني في حراسة المرمى في الدوري الالماني ده في واحد لبس لبسة وحشة في العرض خبطة جامدة جدا بيحاول يخرج الكرة قبل ما تخش المرمى لكن هو بس كويس ان هو اتحرك الحمد لله بعد الله هنشوف الكرة ده فريق شالكة على خطة كبيرة جدا يعني جامدة جدا ومؤلمة ربنا يكون في عونك شوف بقى في المركز الأول دي ضربة ركنية طبعا اتلعب على قريبة ده جول من الخارج واتحسب ما دخلتش الكرة ما دخلتش المرمى وكان اثار جدل كبير جدا في الدوري الالماني لكن الحكم احتسبها تم احتسابها اللي في الملعب افتكروا ان هي هدف لكن بالاعاده التلفزيونيه بس الكرة جت في الشبكه من بره الشبكه مقطوعه فعلا بالظبط ودخلت المرمى فالناس تصورت ان هي هدف لكن هي في الشبكه من بره وارتدت جوه المرمى فبالتالي
يعني برضو خطأ فادح. المفترض ان الدوري الالماني يكون في كشف على شبكة المرمى لكن ما اكتشفوش الغلط ده وتم فعلا احتساب الهدف، واثار جدل كبير جدا في البوندسليغا في النص الاول من الموسم. استاذ خالد دايما معاك ومع فريق الاعداد ومع كل مشاهدينا، بنصل سريعا لختام حلقتنا. اشكرك شكرا جزيلا. متشكر جدا يا فايز، كنت سعيد بوجودي معاك النهارده، وكل سنه وانت طيب مره ثانيه. وانت طيب استاذ خالد، واشكر كل زمايلي في قناه النهار وايضا كل اهلي سواء في مصر او في الاردن، اشكركم شكرا جزيلا. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا في صدى النهار، ان شاء الله انتظرونا يوم الخميس القادم وجولات جديده واخبار جديده في صدى النهار.